بايعني القوم الذين بايعوا. اسمع. لا مو هيك. انا اقول لك اياها. انت كلام اسمع. بايعني القوم الذين بايعوا. عطنا لحد كويس هذا ينقذهم لك. انت كويس؟ اسمعني جاي نصور معك. جاي نصور معك. انت كويس؟ اديهم فوزي اديهم فوزي اديهم. انت كويس؟ يا مالي الحديث شبه عليه. ما تعرف عادي نحكي عادي بس. لا نحكي عادي بس. نحكي عادي ما فيش مشكلة. لا شنو انت عادي؟ ما فيش مشكلة. لا ما فيش مشكلة. ما تعرف وحدي. شو اسمه؟ هو يهرب. He's running. He's running. خافوا. عادي بس نحكي. لا عادي بس. السلام عليكم. انا ما احب الكاميرا زين. المهم بس خلاص انت بتقول له ايش؟ قال لي الحديث صراحه شبه عليه فيها. من مات ولم يكن في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية. قصر كلمة. من مات ولم يكن في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. في مسلم، في ابن حنبل، في علماء كثار يقرون هذا الحديث. من هو إمام؟ من هو إمام زمانك الحالي؟ إمامي؟ إيه؟ إذا ما فيش إمام وين من هو أعطي البيعة؟ إذا ما في الشرط لازم يكون إمام. وين الإمام؟ مش موجود. سيدنا محمد بس. الإمام الآن ما فيش إمام. أي إمام أعطيه البيعة؟ ما فيش. الرسول قال والخلافة في قريش. ما في إمام. ما في إمام. لا شلون النبي يقول هذا القول؟ زين. عشان إذا في إمام مسلم أمير المسلمين نعطيهم بيعة. إذا ما في نستنى ننتظر. النبي ما بس خلاص ننتظر. النبي ننتظر. الإمام الأمير. إذا عندنا إمام أمير المسلمين خليك واحد على الرأس والعين. إذا ما في إمام أعطيه البايعة على الجدار وعلى الشجر. نتبع سيدنا محمد ولا منو؟ أيوة. نتبع سيدنا محمد. أيوة. خلاص. هذا الكلام. بس خلاص. هذا الكلام. هذا الحديث بس أنا. النبي صلى الله عليه وآله يقول لكل إنسان زمان وإمام. أنا قاعد أشرح لك. وين؟ لا والرسول قال كذا. والله أنت تفسر كذا. أنا قاعد أفسر لك الحديث. أنت تفسر. إيه. مش الرسول. قاعد أقول لك الرسول يقصد هو الذي قال هذا الحديث لكل إنسان أنه يجب أن يكون له إمام. ابن حنبل مثلا يقول لكل الأمة الإسلامية في كل زمان تجتمع على إمام يمثلها دينيا بينها وبين الله. اسمعني الرسول قالها قبله. من مات ولم يكن في عنقه بيع لإمام مات ميتة جاهلية. أيوة صحيح. يا حديث صحيح. حديث صحيح. عرفتني شلون؟ يجب على كل مسلم عند بيعة لإمام. الإمام ليس أنا وأنت نختاره وإنما منصب من الله إمام زمان. من إمامك يا أبو عبد الله؟ من إمامك أنت؟ أنا جايك. من إمامك؟ ما في ميزة. فمن هو إمام الزمان حالي؟ والإمام يكون من الله. والإمام يكون من الله منصب. منصب من الله. من الله. من الله. إمام أكيد. زمان. أكيد. تجتمع عليه الأمة. لا أكيد. والإمام منصب من الله صح أكيد. مي. وهل كان أبو بكر منصب من الله؟ لا. لا. لم يكن. إذا ما كان منصب من الله فلماذا بايع علي مع أبو بكر؟ معناه علي أخطأ. أنت قلت لي أبو بكر مو منصب من الله وأنت تقول لي الإمام لازم يكون منصب من الله. وعلي لحظة. وأبو بكر هو يقول مو منصب من الله وعلي بايع مع أبو بكر ويقول هو أنت تقول هو منصب مو منصب من الله. لحظة. أي منكم أي أحد منكم أنت ولا علي لازم أي واحد منكم تناقض كلامكم يتناقض. أنت ولا علي مو أي هل أبو بكر جاء وقال أنا إمام زمانكم أنا إمام هذه الأمة لو أنا حاكم هذه الأمة أنا خليفة؟ لازم تعرف ما معنى الخليفة وما معنى الإمام.
أبو بكر كان خليفة. أبو بكر كان خليفة. خليفة. جاء والرسول قال إيش؟ والخلافة في قريش. أنت تقول. والخلافة في قريش. وهل كان ولحظة؟ وهل كان أبو بكر من قريش؟ والله من إيران. جاوب لي. والرسول قال والخلافة في قريش. الخلافة اسمعني. الخلافة من قريش. صح. الخلافة من قريش. صح. أيوة. ومن بطن هاشم قال علي بن أبي طالب في نهج البلاغة. الخلافة فينا. فينا. أي مرتين قال. فينا فينا أيمن. فينا يعني نحن. نحن من فينا. فينا نحن بني هاشم. بني هاشم. زين. بني هاشم. أي. والرسول قال والخلافة في بني هاشم. وفي قول ثالث. وفي قول ثالث في 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 حي من أحياء قريش. أنا أسألك أسئلة. اسمعني ما يصير ما يصير. أيوة. دليل كلامي فاطمة الزهراء. أيوة. لما ماتت كيف تموت؟ تذهب إلى النار. لم تبايع أبو بكر وهي سيدة نساء العالمين. إذن ماتت ميتة جاهلية أم بايعت من هو الإمام زمانها علي بن أبي طالب؟ اختار. أنا لا لحظة 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 هي عرضت علي أخوي أخوي عرضت علي أخوي أخوي خلينا نجوي خلينا نجوي أخي لا أنا شرحت لك قلت لك إمام علي بايع علي إذا باعتقادك علي بايع كلامه يتناقض. بايع قال لي حاكم وليس إمام. ليش ما طلق يا جماعة أنا إمامكم؟ ممكن أكلم؟ ليش تبيعون هذا؟ أنا إمامكم علي وقت أبو بكر. ممكن أكلم؟ ومن قال لك ما قال؟ ممكن أكلم؟ ومن قال لك ما ذكر الناس؟ وبايع. وطبعا مسكت يدي. فلماذا علي بايع؟ فلماذا علي بايع مع أبو بكر؟ لماذا بايع علي مع أبو بكر؟ ليش؟ والله ضليت. ليش أنا ما انضليت؟ هو قال لي هو منصر من الله وعلي بايع مع أبو بكر ويقول يدعي ويزعم أن فاطمة بنت بنت رسول الله رضي الله عنها انت سكتت ما بايعت مع ابو بكر ياخذونك على رقبتك. معناه معناه كلام هذا هذا الكلام يتناقض. كلامه يتناقض. سؤالي تو حبيبي انت شو لا لا انا مع علي. علي بايع انا بايع. شوف شوف من الامام الزمان هذا من هو؟ ما فيش امام. هو يقول لك في امام ما عندنا امام. ما عندنا امام. هو يقول لك انا في امام. ما فيش امام. الامير المسلمين ما عندنا امير المسلمين. هو الرسول نقتدي به الرسول. هو بس كلامه يتناقض. يقتدي في الرسول وبس. صح ولا لا؟ قاتل معاوية. هل تقاتل معاوية؟ فتنة بين المسلمين. أنا نفسي أوخر عن الحق. أنا أجوب أنا أجوب أنا أجوب. تعال 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 أنا أجوب. تعال هناك أنا أجوب. تعال هناك أنا أجوب. أنا أجوب. أنت اسأل أخوي. الناس مثلك رادوا يعرفون الحق من الباطل. كان سمون سبيكتي. تبعوا عمار بن ياسر. شافوا إذا قتل معناته هم هم. أنا عايز أحكي. أنت تكلمهم. يا أخي ما أجوب. أنا أجوب. أنت قلت لي لا. أنت هو يقول لك علي قاتل مع معاوية صح؟ شو صار بعد ذلك؟ ما عليك بالبعد. تصالحوا مع بعض. لا لا بعد ذلك. لحظة لحظة لحظة. أو بعد ذلك. لحظة. فلماذا حصل ما قاتل؟ فلماذا حصل ما قاتل مع معاوية؟ أوكي. وحدة وحدة. فلماذا؟ ما أدري والله. تنازل حسن تنازل الخلافة لمعاوية. يا أخي وحدة وحدة. كلام يعني يتناقض. حسن, يعني حسن. حسن ابن يعني علي. ابن يعني علي. يعني حسن أخطأ. وحدة وحدة. تصالحوا مع بعض. وحدة وحدة. علي تعرف إيش قال؟ يا أخي هذا الوضع. هذا إن القوم قد بايعوا. قال إن القوم قد بايعوني. من هو القوم؟ من هم القوم؟ الذين بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان في كتب في نهج البلاغة. صح. شو معنى هذا؟ شنو معنى؟ الناس اللي بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان. نفس الناس. الناس نفس الناس كلهم نفس الناس بايعوا مع لمن؟ علي. لمن قالها؟ معناه إيش؟ معنى هذا الكلام؟ كان الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. بايعني القوم الذين بايعوا. اسمعني اسمع. لا مو هيجي. أنا أقول لك يا. أنت كلام. اسمع. تناقض. بايعني. بايعني. بايعني القوم. الذين بايعوا أبو بكر وعمر. بس خلاص. من هم هذا القوم؟ من هم هذا القوم؟ أنا سؤالي لك علما يا أخي. إيه بس افهم حتى متفهم صير مثلي شلون أنا فهمت. لمن هذا القول؟ من هو؟ من هو؟ القوم الذين بايعوا. هو يقول لك يسير لك يسير لك الذين بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان. هو يقول قال لي مو
أبو بكر مو منصب من الله. أنا قلت له إذا كان مو منصب من الله وعلي بايع مع أبو بكر وكيف هذا الكلام يتناقض؟ أبو بكر مو منصب من الله وعلي بايعه، كلام يتناقض، كلامه يتناقض. هو علي يا أخي أنا علي أبو بكر وعمر وعثمان كانوا على الحق. تعرف ليش؟ هم يعتقدون علي هو معصوم. إذا كان علي معصوم فلماذا بايع مع أبو بكر وعمر وعثمان؟ ومع ذلك كان يعتقد، كان هم يعتقدون أن علي هو معصوم. إذا كان علي معصوم فلماذا بايعه؟ إذا قلنا علي كان معصوم بطل النقاش، بطل الكلام. ليش؟ علي مش معصوم. إذا كان معصوم فلماذا بايع مع ناس مع الناس هذا يعتقدون أبو بكر وعمر وعثمان كانوا عامة الصحابة؟ لا، هم يعتقدون كانوا أقبث الناس. لا حبيبي، بعيد علي. ومع ذلك علي معصوم، كلامهم يتناقض. علي مش معصوم. لا مش معصوم. علي مش معصوم. رسول. إذا قلنا علي معصوم للرسول بس، هذا أنا أقول لك صراحة، الشيعة هذا ضد علي. والله أنا أقول لك صراحة ضد علي. لا تعرف ليش؟ علي ما فيش حديث في الشيعة، في كتب الشيعة، والله في كتب السنة ما فيش حديث حيث علي صبهم، صب أبو بكر وعمر وعثمان. لكن هذا ضد أبو بكر علي. ليش؟ هل علي صب أبو بكر وعمر وعثمان؟ لا. وهذا يسبون من؟ أبو بكر وعمر وعثمان. والله سيدنا علي بريء منه. من هو أعرف؟ من هو يعلم؟ من هو أعلم؟ من هو أعلم؟ من هو أعلم؟ من هو أعلم؟ علي والله الشيعة؟ لا، علي سيدنا علي كان يعرف أفقه الناس. أسماء أولاد سيدنا علي، شو أسماء أولاده؟ أسماء أولاده عائشة، عمر، عثمان، عمر، عثمان. أيوة عارف. كمان ابنته تزوج من؟ تزوج من؟ عمر. تزوج عمر من الخطاب، تزوج ابنته علي. لا باقي يا شيخ، جيب أي دليل. هو يقول، هو يقول علي قاتل مع معاوية. ما شو صار بعد ذلك؟ صالحوا، تصالحوا مع بعض. وعلي إيش قال في كتب الشيعة؟ إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبو إيش؟ في كتب الشيعة. أيوة في كتب الشيعة، في كتب الشيعة، في كتب الشيعة. هو قال إيش؟ إنه قد بايعني القوم. السؤال قال لمنو؟ هو قال في كتب الشيعة. نعم صحيح كلام، هو قال في كلامك صحيح، لكن قال لمنو الكلام هذا؟ القوم الذي بايعوه. كلامه صحيح. أيوة كلامك صحيح. أيوة. لكن قالوا لمنو؟ لمن؟ قالوا لمعاوية، لرسالة معاوية. بس أي شو معنى هذا الكلام؟ ما هو هو كان بيرد على معاوية. لا أنت تفهم، معاوية من المهاجرين الأنصار. جاوب، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، لا ما يصير. خلي معاوية من المهاجرين الأنصار. إذا كان معاوية أخبث الناس، فلماذا هو يعتقد أن حسن ابن علي رضي الله عنه معصوم؟ فلماذا حسن بايع مع أبو معاوية؟ فلماذا تنازل الخلافة لمعاوية؟ طيب أنا دار أسألك سؤال، كلامكم يتناقض. أنتم ضد حسن وضد علي. أيوة أنتم ضد علي. أيوة وهل أخطى حسن؟ فهل يخطئ حسن؟ أمر الرسول. فهل يخطئ حسن؟ يا أخي أنا دار أسألك سؤال، يا أخي معلش أنت قلت داير النار، فهل يخطئ حسن؟ أنت قلت داير النار. سؤال يا أخي، فهل يخطئ علي؟ أنا أرد عليه. لا، فلماذا بايعهم؟ أرد عليه فلماذا بايعهم؟ هوي انت قلت داير النار. أيوة. يقبضوك، يقولوا لك انت قاتلت عشان تخش النار، رافع سيفك ده عشان تخش النار، صح ولا لا؟ صالحه هو يقول باي. طيب ايه انا اذا جيت مسكتك من النار دي، فهمت علي؟ أيوة. اعمل لك شنان، اغاتلك عشان انت ما تخش النار؟ اغاتلك انت شاي السيف؟ قلت لي اذا وصلتني انا بقطع رقبتك. واضح لك ولا ما واضح لك؟ أيوة. شاي السيف انت تدافع يا اخي. انا انت استدلالك على الحسن لحد اين نرد عليك بفهم؟ أيوة. تفهم انت. أيوة. انت شايل سيفك، قلت لي اذا انا ماشي اخش هذيك النار، اذا بتقف قدامي بقطع رقبتك، تمام ولا لا؟ هذا المثل ليش حكيته لك؟ لانه في داخل الجيش في داخل الجيش بتاع الحسن في ناس تمردوا عليه. ايوه تمام، تمردوا عليه، هذا هو يستسلم للواقع
معانا في تمرد. التمرد اللي حصل كيف؟ تخيل انه عبيد الله بن عباس، سمعت؟ ما عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس مش بايع معاويه وهو كان مع الحسن، عرفت علي ولا؟ فكيف هو معاوية، كيف الحسن تاني قاعد يصارع؟ يعني الناس كلها خانت، الجيش خانوا بنفس الخيانة اللي خانوا فيها علي في صفين، تمام ولا؟ شو صار بعد ذلك؟ لحظة لحظة، شو صار بعد ذلك؟ انت كغب كلم انت دار تجعل شو صار بعد ذلك؟ اي دار تجعل تاني نجي شو صار بعد ذلك؟ نخش على النقطة بعدين. أيوة. بعد جينا للصلح، خلي عند الحرب، بعد خلي عند الحرب. أي هي. حصل حصل، تمام. خليه 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 ما صار، خليه خليه بس سوا سوا شو صار؟ يا صالح يا صالح، تصالحوا انه بايعني القوم الذين بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان، معناه أن خلافة أبو بكر وعمر وعثمان كانت على الحق. أنت دار تتكلم في المايك ساكت ولا دار تسمع؟ يلا جاء ثاني عمل الصلح، الصلح ده جاء عشان عشان الحسن هذا ما يخلي الناس يقتلهم، جماعته هو الناس أنصاره، فهمت على شيعته، كانوا بسموه شيعته، شيعة عثمان شيعة علي، تمام؟ عشان الناس المقتلهم فيهم من جملتهم حجر بن عدي، عشان هنقول فيهم قيس بن سعد، فيهم قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة آخر الناس بايع، بايع بعض أمر الحسن إن يبايع، فهمت علي القصة دي ولا لا؟ لما جاء من جنبته الحجر بن علي، حجر بن عدي ده في النهاية حصل شنو؟ حصل معاوية قتله، في ناس بيقول لك قتلوا صبرا، في ناس بيقول لك رسلوا لعبيد الله بن زياد دفنوا حي، في ناس في ناس في ناس كلام يعني مش واضح معناه يا اخي، معنى الكلام مش واضح، يتناقض يتناقض يا اخي، تعال تعال نجي، في ناس في ناس في ناس يا اخي، داير اقول لك حاجه، انا ما جيت انا ذكرت لك ذكرت لك القولين يا اخي، نحن نجي للحلقه الوسط، قتلوا صبرا، قتلوا معاويه صبرا، صبرا ده شنو؟ كتف رجليه خط قطع رقبته، سالته السيده عائشه قالت لي لماذا قتلت ابن حجر بن عدي؟ عارف معاويه رد عليها قال شنو؟ قال لا دعيني انا وحجر وين مع الله. حصلت هذا؟ أه؟ من وين حصلت هذا؟ طيب يا اخي انا اقول لك حاجه، ابحث لا من وين حصلت؟ ابحث عنه. أه انت ابحث، انت انت قلت لي مساله تاريخيه، من وين حصلت؟ يا اخي والله سامع من مشايخ، لا لا من وين حصلت؟ والله الذي لا اله الا هو سامع من لحظه لحظه شو لحظة انا ما كلمتك راها في الحلم اه في الحلم ايه. اه بس خلاص في المنام انت شفت في المنام يا اخي سمعت عن سمعت عن عثمان الخميس لا. والله هذه الجملة اللي قلتها لك اخيرة دي سمعت عن عثمان الخميس حاضرها لايف الراجل حاضرها عارف عارف والله سمعت عن عثمان الخميس انا اقول لك انا لا ادعيني مع حجر بن عدي الحجة كانت شنو اللي قتلوا بها حجري قالوا كان بيرمي الامام على المنبر انا اقول لك لماذا بايع علي علي مع ابو بكر وعمر وعثمان بايع لماذا هم هو البيع بعد لا لماذا 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 لا لماذا فاطمه لم لا لا وين من وين من وين حصلت فاطمه فاطمه لم آه لحظه 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 ما لم تبايع فاطمه هي من فاطمه من هي بنت الرسول وزوجة من لم تبايع وزوجة من لم تبايع وزوجة من كلمني بحديث السيدة عائشة لم تبايع بحديث من هو من من هو من هو الصح من هو اخطا من هو اخطا فاطمه ولا علي من هو اخطا انا بقول لك السيدة عائشة من هو اخطا منو من هو اخطا فاطمه اخطا من هو من هو اخطا اللي اخطا فاطمه والله فاطمه والله علي بالله لانها فاطمه رفضت انت تقول لي وعلي بايع مع ابو بكر وعلي ما بايع من هو من هو صح وعلي ما بايع ما بايع بايع دي ما بايع علي ما بايع علي ما بايع ما بايع ما بايع ما بايع علي ما بايع اعطيني دليل في كتب في نهج البلاغه علي ما بايع علي بايع لا ما بايع علي بايع علي مش ما بايع ما بايع ما بايع ما بايع ليه انت عندك شوي لكن علي فاطمه علي ما بايع في كتب نهج البلاغه علي فاطمه ما نهج البلاغه فاطمه ما بايع في نهج البلاغه علي بايع يا اخي يا اخي دار اقول علي بايع يا اخي دار اقول لك دار اقول لك حاجه انا عشان علي عندك مشوه في كتب الشيعه علي بايع لانه مات متاخر في كتب الشيعه علي بايع لم تبايع والدليل حاجه واحده إذا قلت حتى في فاطمة في نهج البلاغة أنت ابحث إذا قلت حتى فاطمة ما بايع أنا داير أقول لك كليني أنا عارف كليني أعطيك دليل كليني أنت عندك علي بايع أنت عندك علي بايع أكيد لكن عندك فاطمة بايعت بايع نفسها بايعت بايعت أيوة طيب وين غلط كلهم بايعوا كلهم بايعوا هو بايع لماذا ظلم لحظة 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 هي بايعته لحظة لماذا ظلم أنا أسألك أسئلة أنا أسألك أسئلة لأنه أقول لك حاجة لأنه هي كانت
الزكية عارف أن علي قوي وأنت وهل تعتقد أن علي كان رجل قوي؟ وهل تعتقد أن علي كان رجل قوي؟ صح؟ فلماذا ما قاتل مع أبو بكر ضد أبو بكر وعمر؟ لماذا علي سمى واحد منهم أبو بكر عمر فلماذا؟ إذا علي كان يكره أبو بكر وعمر وعثمان فلماذا سمى أولاده أسماء أبو اسم أبو بكر وعمر فلماذا علي قال إنه بايعني القوم أنت ما تجاوب سؤالي فلماذا علي قال إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبو بكر وعثمان كلامك صحيح معناه هذا الكلام يبطل كلامك ليش؟ تسألني ليش؟ عشان القوم الذي بايعوا مع أبو علي هذا القوم نفس القوم الذين بايعوا أبو بكر ولكن الوحيد اللي اجتمعوا عليه علي القوم الذي القوم الذي بايعوا مع أبو بكر وعمر الإجماع نفس القوم بايعوا مع علي أي ما دي حجة الإمام علي لمعاوية معناه الناس اللي كان مع علي كانوا مع أبو بكر وعمر وعثمان معناته علي وإجماع أن خليفة أبو بكر وعمر وعثمان كانت على الحق ما عندك وما الدليل كلامهم يتناقض إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان أنت عايز تستفيد وإذا اجتمعوا على شخص وسموه إماما هل اجتمعوا على أبو بكر يلا اجتمعوا كلهم الصحابة كلهم علي منهم كلهم علي من القوم كان من القوم الذين بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان عشان لأجل كذا قال إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان صاحب السقيفة ما بايع وعثمان وعمر رضي الله عنه أبو بكر خلافتهم كانت ما في عقد غلطك فيه كانت على الحق هذا علي لأنه يقول علي إجماع علي قال علي إجماع بس خلاص اجتمعت الأمة أن خلافة أبو بكر وعمر وعثمان كانت على الحق والله هذا الرجل سالك على الإجماع هذا سالك على كلام علي يبطل كلامك كلام علي يبطل كلام الشيعة كلامك صحيح كلام علي يبطل كلام الشيعة خلاص هل أجمع عليك خلاص أجمع فاطمة كانت كلهم طيب هذا رزقك سؤال لحظة وهل بايعت فاطمة أبو بكر علي جاوبني لا ما هي ماتت صح خلاص وحسن والبايع على حسن لحظة والحسن بايع مع أبو بكر وهل حسن بايع مع علي
حسن؟ ايوه حسن الحسن ابن علي يا اخي بتحتاج هو غلط لا لا مبايع اي مبايع مبايع علي بايع علي خلاص ما شاء الله معناه علي حسن كمان بايع مع ابو بكر ليش؟ علي قال انه بايعني القوم من القوم من القوم من القوم انه بايعني سألناك على الاجماع سألناك على الاجماع الرجل ده قال لك الاجماع اجمع على ابو بكر اجمع عليه تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ والحسن بايع شوف اللحظه اللحظه الحسن كان اربع خمس سنوات عمره سمحت له بالشهادتين سمحت له بالشهادتين سمحت له بالشهادتين الصحابي ذو الشهادتين سمحت به لحظه لحظه في صحابي اسمه ذو الشهادتين سمحت به انت اعطيني هذا ما بايع لحظه لحظه الشهادتين ما بايع انت تجاوب كلامي اعطيني واحد شخص بايع مع علي اسمه سم تعرف اسمه اسمعه ما كلامك انت لا لا انا بعدين عايز اشرح لك شيء ممكن تعرف ان الناس اللي بايع مع علي عند الخلافه بايعوا علي ايوه بايعوا مع علي ليش عصا بايعوا بايعوا علي ايوه بايعوا كل اهل المدينه اهل المدينه من هم اسمهم صح كلهم من هم من طلحة عمر ابن عمر ايوه سعد بن وقاص خلاص وصهيب ايوه وزيد بن ثابت ايوه محمد بن ايوه عمر بن ياسر بس خلاص خلاص هذا لحظه هذا القوم ابن عمر لحظه كاميرا بالكاميرا نسويهم كاميرا هذا القوم هذا القوم ابن عمر وسعد بن ابي وقاص وسهيب وزيد بن بايع لم يبايع علي سعد لم يبايع عمر لا عبد الله بن عمر لم يبايع لا تكذبون على الناس لا تكذبون اوكي كلمني لم يبايع هذا في السنه اسمعني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر راح بايع يزيد هذا هذا صحابي من بايع علي هذا صحابي ولم يبايع عمر ولم يبايع علي كلمني من بايع مع علي لا اسمع اسمع من بايع مع علي انا عايز اسمع منك انا بدي اقول لك لا لا لحظه لما انت تجوب من بايع مع علي البايع مع علي تعرف اسمه بكلمتك انت قلتها القوم الذين بايعوا من هم القوم القوم الذين بايعوا ابو بكر وعمر بس خلاص تمام اجماع اجماع معناه بس معناه هذا الكلام إجماع. معنى هذا الكلام علي كان من القوم الذين بايعوا مع ابو بكر وعمر وعثمان خلاص اوكي يا سيدي خلاص تمام تمام القوم كان من القوم علي والناس الذين بايعوا مع علي بايعوا مع علي كانوا نفس القوم هم الذين هم الذين بايعوا مع علي يا اخي معاويه بايع معاويه بايع معاويه بايع بايع علي معاويه بايع علي كلهم ايوه معاويه بايع ايوه معاويه ايوه ايوه فلماذا تصالحوا اذا ما بايع وين بايع هو قال انه قد بايع عن القوم الذين بايعوا تصالحوا تصالحوا خلاص يعني اتقاتلوا في السبيل بعد ما قاتلوا معاويه بايع مع علي قاتل على شنو ايوه قاتل على شنو كان كان بالقلب غلط يعني نكد بين الفريقين لا هو قاتل على شنو معاويه عشان عثمان قتل لا عشان الله قال ايش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اسمع اسمع الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ليديه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا صحيح هذه الايه معاويه كان يريد ان الناس الذين قتلوا يعني ما رجع الناس الغبليه الاولى قدر رجع الناس الغبليه الذين قتلوا اي شخص عثمان وكان عثمان انه يعني رجع الناس الغبليه الاولى عثمان انه عمي وقال الله في القران ومن قتل معاويه قدر رجع الناس الغبليه الاولى سلطان السلطان منو خلاص السلطان منو خلاص السلطان منو ما السلطان السلطان حاكم الدوله لا هذا القران هذا الايه اي مش طيب. حاكم الدوله ومن قتل مظلوما طيب. فقد جعلنا لوليه ولي الدم منو سلطان قوة. ولي الدم منو سلطان ولي الدم معاويه لا ولي أيوة, ولي ايوه كان ابن عمي ابن عمي تمام معناته الدوله دي ما فيها قانون كان ابن عمي كان ابن عمي والرسول قال وكيل الفريقين على الحق الرسول قال في صحيح يا اخي معاويه غير الفريقين على الحق معاويه غير الفريقين وابو بكر اخي اخي لا اخي لا لا حديث عمار بن ياسر لا 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 تقتلك الفئه الباغيه لا الفئه هي من المعسكر الفئه هي من المعسكر من المعسكر انت متحمس الفئه هي من المعسكر
انت متحمس؟ لا الحقيقه هي من الصحيفة من اسكت لك ومن رب الخليج. انت دار تقنعنا ولا دار تدور؟ دار تقنعنا ولا دار تدور؟ بعض الجيش مش كلهم يا اخي. معاويه ده مش كلهم. معاويه قتل حسين. بتفسيرك لهذه الايه، بتفسيرك لهذه الايه علي غلط، بتفسيرك لهذه الايه علي غلط. وهل قتل؟ انا ما اقول لك علي كان غلطان. هو قال لا يشرك علي. كان على الحق علي. معاويه مش كان سلطان؟ معاويه كان سلطان. ومع ذلك معاويه كان على الحق. بس معاويه كان على الحق. كلهم على الحق. كلهم على الحق. كلهم على الحق. لا لك يا عسل. كلهم على الحق. كلهم على الحق. علي انه كان اقرب الى الحق. لا علي بن ابي طالب هو كان اقرب الى الحق. يا اخي ما في حد يسمى اقرب. الرسول قتلنا. الرسول قال وكلا الفريقين. الرسول قتلنا. وكلا الفريقين على الحق. الرسول قتلنا ميزان. قال عمار تقتله شنو؟ فئة. عمار تقتله شنو؟ فئة. الفئة شنو؟ الباغي. يدعوهم الى النار. الفئة. يدعوهم الى الجنة. يدعوهم الى النار. خليني اجاوب لك. الفئة هذه الفئة التي قتلت عمار بن ياسر هي من الجيش. لما هذا بتأويل. كل الجيش. لا هذا بتأويل. لا مش تأويلي. مش تأويلي. وهل معاوية قتل عمار؟ وهل معاوية قتل عمار؟ لا لا كيف يكون غلطان؟ خلاص حتى خلاص 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 حتى الرسول كلامك يتناقض. اي انت عارف وهل قتل عمار بن ياسر؟ حق معاوية ذاته. استدالة حق معاوية ذاته. استدالة كانت من الجيش. حق معاوية. الفئة هذه الفئة كانت من الجيش. الرسول ما قال في حد حديث ثاني الرسول قال وفي حديث آخر وكيل الفريقين. عارف معاوية قال له قال له قتله من جاء به. أنا أعطيك حديث. لا معاوية قال له قتله من جاء به. فلماذا قال الرسول وكيل الفريقين على الحق؟ فلماذا قال الرسول كذا؟ يا أخي معقول يكون في حق على اثنين؟ أيوة والله والله كان معاوية على الحق. ليش؟ اسألني أنا أقول لك علي كان أقرب إلى الحق عشان هو كان ما في اسم أقرب. عشان هو كان ما في اسم أقرب. لا ما في حاجة اسمها أغرب. في حاجة اسمها ده حق وده باطل. لا أنا أقول لك علي كان هو انه هو كان اقرب الى الحق. لماذا تعرف ليش؟ عشان هو كان امير المؤمنين. معاويه علي ان يطيع الامير والرسول قال ايش؟ يا اخي ما تخليني اتصرف مع الامير. وعلي كان ومعاويه كان عنده دليل عشان ايش؟ الله قال في القران ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومعاويه ما كانت ما كان عنده حاجه اقرا. شو الكتاب هذا؟ شوف هذه العنوان. فسامحه الله. شو هذا؟ مر عليك حديث زي ده؟ وعواز حديث هذا اذا رايت معاويه على منبري. سبحان الله. من روى هذا الحديث؟ سبحان الله. انت شو على الانترنت؟ الانترنت مش على الانترنت. لا خليهم يرويهم. خليهم. انت كذاب. الرسول قال اذا رايتم فلان يخطب على منبري فاقتلوه. ما شوف منه. وإذا ما في لا لا فوق فلان هنا معاوية. لحظة فوق فلان. لحظة. من روى هذا الحديث؟ بالله عليك من روى هذا الحديث؟ سبحان الله. أبو سعيد الخضر. سام مرفوع. من روى في صحيح البخاري؟ إلا يكون في البخاري. لا 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 ما في البخاري. سام سي حديث في الشيعة. الرسول قال إذا رأيتم معاوية فاقتلوه. هذا الحديث إذا رأيتم معاوية فاقتلوه. هذا الحديث إذا رأيتم معاوية فاقتلوه. من روى هذا الحديث؟ سني. من روى هذا الحديث؟ والله سني. فلماذا قتل؟ والله ما شفت. فلماذا علي ما قتل معاوية؟ سني والله سني. لا أنا أقول لك مش سني. لا تحلف بالله. والله أنت كذب. لا تحلف بالله. قلت لك بالله عليك لا تحلف. من روى هذا الحديث؟ في صحيح البخاري. هو يقول هذا الحديث إذا رأيتم معاوية فاقتلوه. أنا أسألك أسئلة. حديث الحب. أسألك أسئلة. وهل تعتقد أن علي كان عبد الرزاق؟ وهل تعتقد أن علي كان مطيعا للرسول؟ عبد الرزاق سمعت. لا. وهل تعتقد؟ سمعت بين مصنع. لحظة. أنت جاوب لي. إذا قال الرسول هذا الكلام إذا رأيتم معاوية فاقتلوه. فلماذا علي ما قتل معاوية؟ قاتلوا. لا وهل قتل معاوية في صفيه؟ لا كان عنده القدرة. لحظة. انت كلامك باطل. في صفيه. الرسول انت تقول لي الرسول قال اذا رأيتم معاوية فاقتلوه. فانت كلامك. فلماذا علي ما قتل معاوية؟ انت جاوب. وهل علي كان يعرف هذا الحديث؟ جاوب. وهل علي كان يعرف هذا الحديث؟ هذا الحديث باطل موضوع.
وهل علي كان يعرف هذا الحديث؟ جاوب لي. أنا داير أسألك. لا جاوب لي. أنت ما هو ما يجاوب. أنت بتجاوب لي. علي كان عارف الحديث. لا. وهل علي كان يعرف هذا الحديث؟ إذا رأيت معاوية فقتلوه. عارفه. وهل علي كان رجل قوي؟ عارفه عارفه. كان يعرف؟ عارفه. صح. فلماذا ما قتل معاوية؟ ما شغاتل. علي كان عنده قوة، فلماذا ما قتل معاوية نفسه معاوية؟ ما شبه قوته ما شو حاربه. فلماذا ما قتل؟ في صفين. انت قاتله يا لسه لحظه لحظه. انت تقول لي علي كان يعرف هذا الحديث الباطل ضعيف منكر هذا الحديث، اذا رايتم معاويه فاقتلوه. ما علي قال، ما علي الرسول. الرسول قال. وهل كان علي كان يعرف هذا الحديث؟ يعرفه. يعرفه. انا عندي دليل، علي ما سمع عمره في حياتي هذا الحديث المنكر. هذا ما عندي مشكله. انا ما عندي مشكله. انت سالتني سؤال. لماذا علي ما قتل معاوية؟ ما شقاتلوا يا في صفين. وهل قتل؟ قتل 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 قتل. أتقاتله يا في صفين. لا قاتل خلي قاتل مع الجيش. أنا أسألك، فلماذا علي الرسول قال صم اسم معاوية وقال إذا رأيتم معاوية فاقتلوه، فلماذا علي ما قتل؟ قتل نوت قاتل. أنا ما أقول لك قاتل. كلامك صحيح. قتل قتل. تعرف ما بالقوة بالقوة. لا لا ما في. تعرف انت عربي صح؟ المفروض يقتله. ما معنى قاتل؟ هو ما قادر يحزنه. ما معنى قاتل وقتل؟ هو ما قادر يحزنه. كيف يقتله؟ هو ما قادر يحزنه. لحظه انا اسالك، قادر يحزنه؟ ما معنى علي ما قادر يحزنه كيف يقتله؟ لا ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ ما معنى الفرق؟ اي قتل براه وقتل براه. صحيح. ما معنى؟ ما في مشكلة. ما في الفرق. قاتل قاتل سوا. فهمت علي؟ مش سوا. خلق وقتل جاي يقطع رقبته بس. وعلي قتل معاوية؟ ما قتل. عارف ليه؟ بس خلاص. عارف ليه؟ علي معناه علي ما كان يعرف هذا الحديث. طيب معناه هذا الحديث منكر. طيب أديك. طيب أديك. خلاص اديك حديث واحد. هذا الحديث منكر. منكر منكر. طيب. طيب قال عن ابي لا بكر من يا احمد ده حديث اخر. عن ابي بكر قال جلسنا مع جلسنا كنا مع الرسول كذا 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 صلى الله عليه وسلم، قال يطلع عليكم من هذا الفج شخص يموت على غير ملتي. عن الحديث مر يعمنه عن عبد الله. من روى هذا الحديث؟ انت تقرا الحديث عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو. نعم عبد الله بن عمرو. انت تقرا لي الحديث اللي شيعة بعد لك. لا لا ما شيعة. كتبوا لك يا اخي. نعيم مرسل على نفسي. مرسل على نفسي. وين من وين؟ في صحيح البخاري، صحيح مسلم، ابن ماجه، سنن ابن مسند احمد، دارقطني، بيهقي. قالوا منو؟ من من وين من وين؟ قصدك سمحتوا من منو؟ الله سامحك الله اخوي. سمحتوا من منو؟ انت لا تكذب بالله عليك. ماذا الحديث صحيح؟ علي علي كان يحب علي كان يحب ابو بكر وعمر وعثمان. صحيح. بس انت لازم تحبه. انت تحب ابو بكر؟ اي بحبه. بس انا سني. انا سني. انا مشكلتي معك في معاويه. بس هذا بس مش مشكلتي معك في معاويه. معاويه ايش المشكله؟ معاويه هو بايع مع تصالح ومع تصالح مع علي. قال يموت على غير ملة. وحسن على غير ملة. وحسن مات على ملة رسول الله. هو مات مسلم. مات مسلم. مسلم. تمام. ما عندنا 100%. مش هذا الحديث منكر. ما في من روى هذا الحديث؟ لوك ما في ما فيش معلومات. ما فيش معلومات. ما قال قال لك مروي عن المروي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص. انت فاهم كلامي؟ انت فاهم عبد الله بن عمرو بن العاص. انت تفهم كلامي؟ انا اقدر. عبد الله بن عمرو بن العاص. انت تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ انا اقدر اكتب لك حديث موضوعات، حديث من الموضوعات، بعدين اقول لك ان عن عمر بن الخطاب قال قال كذا كذا، اذا رايتم شيعة فاقتلوه. وتصدقني انا وتصدقني انا 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 وتصدقني انت تصدق هذه الافلام؟ هذا زي الافلام. انا كلامهم باطل، كلامهم يتناقض. الشيعة ليسوا انا مشكلتي معك في هذا الصنم. بس انا اقول لك صراحه مشكلتي معك في هذا الشيعة. هم اعداء علي. ليش تعرف؟ من وين؟ ليش تعرف؟ من وين؟ هم شيعة علي. لا 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 تعرف ليش؟ علي شيعة علي. ما فيش حديث حيث صب علي ابو بكر وعمر وعثمان. علي كان يحب ابو بكر وعمر وعثمان. تعرف ليش؟ انه قد قال علي انه قد بايعني القوم الذين بايعوه ابو بكر وعمر وعثمان. نفس القوم الذين بايعوا مع علي، وهم يعتقدون ان القوم الذين بايعوا علي كانوا شيعين.
صح؟ بس هذا هاي كانت تمن نفس القوم بايعوا مع ابو بكر وعمر وعثمان. هذا الكلام بتعرف مصنف عبد الرزاق كلام الشيعة كلام عبد الرزاق وزوجات الرسول عبد الرزاق اختاروا الله والرسول. أخي أخي تعرف ليش؟ اذا الله قال ايش؟ يا ايها النبي اخي ناديك صواريخ صاروخ 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 جديد صاروخ جديد. انت تريدنا الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وصرحكن صراحا جميلا. شوف الصاروخ وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. زوجات الرسول عائشه اختارت الله ورسوله والدار الاخره. احنا نحل مشكلتنا كمان. حفصه اختارت ايش؟ الله والرسول والدار الاخره. قال حدثنا احمد بن رجيز الحضرمي حدثنا إسحاق الرسول حدثنا محمد بن إسحاق إذا كانت عائشة اختارت سمعت مخلد يقول الدنيا كنت مع عبد الرزاق وزينتها وذكر الرجل معاوية فقال لا تغزر مجلسنا بابن أبي سفيان. عبد الرزاق الصنعاني الرسول طلقه وطلق الرسول زوجاته وطلق الرسول عائشة. ذكر معاوية ماتت ذكر معاوية زوجة ذكر معاوية في مجلس عبد الرزاق صحيح ذكر معاوية في مجلس عبد الرزاق صحيح. لحظة ذكر معاوية انت شوف ذكر معاوية لحظة خليه يرويهم لك. انا رويت لا انا عايز هنا هذا الولد عنده واتساب معلومات عنده على الواتساب عبد الرزاق قال لي لا تغزر مجلسنا كتب والله له سمعنا عدنان ابراهيم بحث عنا اجيده صحيحه. انت ان شاء الله انت سلم 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 سلام عليكم عليه السلام. بس سمعت عبد الرزاق قال شنو؟ عبد الرزاق سمعت هو هذا الشيء. لحظه بس خلينا نكمل لحظه. والله قال شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ ما في شخص لا وشو اسمه؟ ما في شخص لا شو اسمه؟ انت ما بتدي الناس معك فلوس هذه عيب. لا شو اسمه؟ شو اسمه؟ هذا الشيعة قالوا واحد شيعة هنا شو اسمه؟ شو اسمك؟ الله ليش أسأله؟ أبو عبد الله الشيعي هنا هو قال لي علي أبو بكر مو منصب من الله. أنا سألته إذا كان أبو بكر مو منصب من الله فلماذا بايع علي مع أبو بكر وعمر وعثمان؟ معناه علي كان يعلم ويعرف أكثر من هذا الشيعة. هذا أبو عبد الله. عبد الله شو اسمه؟ أبو عبد الله؟ من هو أعلم؟ علي ولا هذا؟ علي صح؟ علي قال إيش؟ علي بايع مع أبو بكر وعمر وعثمان والشيعة ترفض أبو بكر وعمر وعثمان. من هو صح؟ من هو صح؟ من هو على الحق؟ علي. من هو على الحق؟ علي. شيعة؟ لا. لماذا؟ عشان الشيعة رفضت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بايع مع أبو بكر وعمر وعثمان. كلامك صحيح. هذا الكلام يوضح أن علي كان يحب أبو بكر وعمر وعثمان عشان ما قاتلهم وبايعهم. صح كلامي. وقال في كتب الشيعة في نهج البلاغة إيش قال؟ إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان. نفس القوم الذين بايعوا مع علي بايعوا مع أبو بكر وعمر وعثمان. وهذا يوضح إيش؟ يوضح أيضا إيش؟ أن خلافة أبو بكر وعمر وعثمان كانت على الحق. كلامهم يتناقض وكلامهم يرفض كلام علي. من هو الصح؟ من هو على الحق؟ علي. هذو أعداء علي. نحن نحب علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم على معاوية. وش قال علي؟ والله أنك أنا